يلا السلام عليكم. زيارة خاصة للبطل روبن فان لوفن، هذا واحد من الأبطال اللي مسجلات في التيمفر بوند هاي السنة 484 2020. طبعا هذا البطل موجود حتى تصويره محمد بن نازل عنده هنا بالسباق. هذا البطل مسجل 17 آيس بجن بالتيمفر بوند، وهذه تسجيلاته من ضمنها رابع على 1559، 11 على 1911، و22 على 2179 وهكذا. واخ مباشر لل 2017 اللي مسجل مرتين اول، مره على 1001 طير، ومره على 1002 طير، ومره رابع على 916. بطل واخ الابطال وابن كبل كلش مميز للبطل روبن فان لوفن. طبعا ال 092 وال 300 431 ذني كبل ارهام منتجات كلش هوايه ابطال. ونجي الجدي يجي مباشر، هو نص اخ للكتل، ال 227 منتج ابطال، احفاد ابطال واحفاد احفاد ابطال، مطبوق على 900 على 398 للدريك فاندنبلوك. الاب حفيد مباشر للجودارودي، والام الدكة ديلي اللي هي اخت مباشرة للاول والرابع، والاول ايس بجن ديامنت فوربونت 2017 ومنتجة ابطال، بطلة ومنتجة ابطال، والاب كذلك منتج ابطال. المهم ما تجي بالشهادة، طبعا هذا الطير شهادة واحد والطير واحد، الطير دا يصفي، بس الطير ما شاء الله كلش حلو جسم. عندك شيء ضيف؟ هذا طبعا ان شاء الله يروح لاخونا ديار، ديار من كردستان العراق، وربي يوفقك بيه وتبذره وتشوف بناته واحفاده ابطال. الطير هذا مثل ما قلنا نرجع نعيد 17 ايس بجن على مستوى اقوى نادي، على نادي السرعه انتويربن وبكل بلجيكا اللي هو التيمفر بوند، ونتائجه موجوده هنا وهذه البرنتات مالته موجوده ورا الشهاده. شكرا، السلام عليكم.